بعدما اتخذ الصراع على الجبهة الجنوبية أشكالاً تصاعدية متعددة تنذر بالكارثة، وبعد استخدام أسلحة وأساليب شديدة في المعركة أبرزها هدهد حزب الله، كيف سيكون رد إسرائيل؟ وما هو الأفق عسكرياً والأثر اقتصادياً؟ وإلى أين يمكن أن تصل المساعي الدبلوماسية؟ جدل يستقبل الخبيرين العسكريين خليل الحلو وعمر معربوني، ومن عكا الباحث في الشأن السياسي أنطوان شلحت، والباحث في الدولية للمعلومات محمد شمس الدين، وفي الشق السياسي النائبين أديب عبد المسيح وفراس حمدان. جدل مع ماريو عبود الخميس بعد الأخبار على الـ LBCI.